هلو جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا انتم اكيد مشتاقين لي هواي هواي، واتوقع واضح اللعبة شنية. راح نلعب لعبة ذا بيبي ان يلو، نكمل الجزء الاول. اذا ما شفتوا الجزء الاول فموجود الرابط مالته بالوصف، ويلا خليكم بالفيديو. طبعا اسفة لان انا قطعت عليكم المقطع، بس لازم اقول لكم شغلة يا جماعة، لازم توصلون 50 مشترك على مودن اقدر انزل لكم بثوث، وهمين يعني رقم جدا قريب، وادري بكم ان انتم تقدرون. وبس كملوا الفيديو بسلام. انا هاي اسرع مقدمة بالعالم، ماكو اسرع منها. طبعا رسبنتي هنا اول بداية من المصعد ما يشتغل اصلا. اوكي ارنب. طبعا هي لعبة مقسمة، اول بداية الخروف، بعدين ارنب، بعدين اخر شي بزونة اللي هي الجزء الاخير. يعني هسه هاي احنا قاعد نعرف حاليا الجزء الارنب. طبعا جايز ادرون طلع الدخلة اصلا بالجزء الثالث، يعني مو بالثاني، الحمد لله قبل طلعت. انا حاليا هسه بمصعد، مصعد متر فيه ايه. اوكي هذا الارنب اللي انا قصده، الارنب هو راح يكون يؤشر لنا دائما على الاتجاهات، فاحنا لازم كل شيء الارنب مؤشر لنا عليه لازم نسوي، وما نسوي الكتابة الموجودة من هنا. هسه من اكو ارنب. اوكي قفل علي الباب، طب كيفك؟ لا طب الغرفة العالم، او ماي جاد وين هذا؟ شنو هذا؟ طيب مفتاح، لا اعطي تاخر وقت، تعال. او ماي جاد شنو هاي؟ شنو هالشقة؟ ها شنو؟ تعال. طبعا اكيد ان السالفة ما راح تظل هيجي، ظلني حق هذا العفريت. اكو اقراص قاعدة الاحظ هواي، اتوقع ان هنا ينحطن هنا، بس ما ادري، ما اريد احطهم هنا. خلاص اقعد. طبعا هنا اتوقع ان اكو فتشي، need music to play، need music، اكو صور همي، اتوقع لازم نجمع الصور. اي والله اكو هواي صور، خلنا نبدي اول شي بهاي، بعدين نحط هاي. ما تنحط. اوكي قاعد نلقى صور، تمام. طبعا احنا قاعد نسوي اشياء، ما قاعد نسوي الاشياء همين اللي هم طالبينها من عندنا، قاعد نسوي شنو يقول لنا الارض. جيتها خلص كملنا. ها هي خلص، ما اتوقع بعد اكو شي، يلا خلنا نعزف بيانو. ما شاء الله عليه شكله يحب هاي الغنية. او ماي جاد اكو زر، تعال. ما اتوقع انه هيك شي، شو هذا الشي يسوي؟ او ماي جاد او ماي جاد، يما خايفة لا تصير خرعة، خايفة خايفة لا يطلع شي خرعني يما. يما هذا القرص اعرف وين احطه يما. خل اشغلها. لا كمل كمل، مالك مالك، لا جا شغلها. يلا خليك يا مغنيتك هاي، خليك يا ناني، يلا. خلنا نروح للمصعد، أطفال آخر وقتي، والله أطفال آخر وقتي، عشان ليش؟ بس وين أروح؟
ولا شفتي شريتي مكان كله ما شاء الله. وين راح نروح؟ اتوقع هسه نروح لهذا الباب. طبعا هاي ما شاء الله العمارة والله تدوخ. اوه من كم ما ادري، اتوقع نروح منه. هاي كهرباء لانه قد اطلع. اوكي والله يا اخي اني ذكية. 3 4 اوكي نحفظ من هسه. 3 4 منا الازرق. اوكي منا شو هاي الوردي. لا والله يعني انت لحقني من مكان مكان بعد تفرقع بوتشي. ياخذ بالبطاريات. استغفر الله. أوف. 1 7 ومن هناك 3 4 شنو معنى؟ اوف شكو منه. اكو قفل لازم احط الرقم. اوكي حط منا 4 بعدين منا 3 بعدين 1 بعدين 7 فتح. تفكرون بما افكر. تعال حبيب مامي، تعال تعال حبيبي هنا. انت راح تروح الاشياء مكان كلش حلو، راح تتونس هواي، راح تلعب. باي. نتمنى ما اشوفكم. بس مصوب حكتي تعال شنو قلي don't leave. شنو don't leave؟ راح اروح انا. او ماي جاد لا لا قاعد يحقني. يما ما تفقني شي. يما او ماي جاد بسرعة يما. والله قاعد ارجف فد اكره هاي اللي هيجي كاتب don't leave me stay here stay forever. يقول لي ابقى مدى الحياة عمي لو تموت ابقى يمك انت. خليتني ارجف ما ادري ايش صار بي. اخ ضغطي نزل ضغطي نزل. لا 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 الله يخليكم. اوه شغل اغنية. ثانك يو. شنو هاي مفتاح؟ يقول get bottle from fridge. يقول لي جيب يعني هاي الممة مالته الرضاعة من الثلاجة. مستحيل اجيب لك، انا ما اسمع الكلام، اسمع كلام الارنب وبس. ما اريد اشوف البيت اصلا. هذا الباب مقفول. اتذكر شفت مفتاح، شفت مفتاح. ما راح اخذك وياي لو تموت. مشغل اغاني على مود اظل يمك ولا اظل لو ما ادري ايش يصير. عبالي اظل يمع عبالي. لو تموت لو ما ادري ايش يصير ما اظل يمك. ما اظل عبالي راح اظل يمك. خبلت انا على مود اظل يمك. والله طفرني. فجاه يطلع لي كل شيء. اوه ما اظل يمك. ما قلت شنو يما. والله اخاف. ما يصير ابوع بالتلفزيون. او ماي جاد لا
لا لا حط في كل مكان. لا 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 راسك تحطه بالتلفزيون على مودي. لا شكرا ما اهتمتك يما. صار امبراطور يما عيني يما والله خايفة. هاي ليش يما مرة طويل؟ ماما اوكي راح نوصل. اكو اصوات في ناس قاعد يسولفون يا مجنون. هاي شنو هاي؟ ماما كاتب لي احطه بالشرباية. ما احطك لو تموت لو تموت. اتوقع فهمت ايش راح اسوي. تعال حبيبي تعال يا روح ماما احطك بالفراش. يا روح ماما انت راح احطك بغير مكان نشوفك ان شاء الله. ايه والله ما ادري وين نشوفك بس باي. والله طلعت صح. بدي راح يرجع راح صوت السوالف اللي يم اذني. اوكي ها الحمد لله. هاشن هو ليش تشي يما هاشن هو وين اروح شو اسوي؟ هنا اروح منه. اوكي راح احرق. يما وفينا منا كان لازم ادنق بسرعة. يما رجعنا. اوكي والله قلبي قاعد يدق بسرعة. ليش ألعب ألعاب رعب؟ ليش ألعب ألعاب رعب؟ نرجع من هنا مكاننا هذا. هسه أنا أعرف إيش راح يصير بالضبط. أوكي أنت راح تطلع لي منه أنا راح أشوف منك منه راح أرفع الجهد منه بعدين أكبر كبرت بعدين أروح من هنا بعدين أجي من هنا بعدين أجي ما ادري شنو شفت وجهي ما اريد ارجع اشوف. قال بعت الملاحقة مستمرة ما يدبا وياي. اوه وياي شنو وراي بسرعة لهذا الباب. او ماي جاد او ماي جاد شنو هاي؟ او ماي جاد او ماي لا لا انت تخبلت انت تخبلت حبيبي حبيبي انت تخبلت. او ماي جاد لا تحاول تحاول. رابط روني ليتل رابط يو ار نوت ذا اونلي وان ذير ويل اولويز بي مور. يعني انا مو بس الوحيدة. طبعا بس لهنا انا خلص الفيديو. طبعا اذا تردون الجزء الثالث طبعا انا سويت هذا الجزء الثاني يعني بمناسبة دعمكم الرهيب على الجزء الاول. طبعا وصلت الفيديو الميتين يمكن بالميتين وخمسين مشاهدة وهذا الشيء بالنسبة لي هواي كعدد مشاهدات في الفيديوهات. واتمنى يعجبكم هذا الفيديو همين نفس هذاك. وبس قبل لا ينتهي الفيديو لا تنسوا تحطون لايك والاشتراك وبس باي.